أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج خاص. سنواصل الحديث في هذا العدد عن تفشي فيروس كورونا في الجزائر، خاصة بعد أن وصلنا عتبة 1000 إصابة فما فوق. كثر الحديث وتعددت السيناريوهات، اختلفت المواقف وتعددت الآراء، لكن الثابتة أن المواطن بمواصلة استهتاره والسلطة من جهتها بانتهاج سياسة التراخي حسب البعض، ثنائية ساقت الجزائر لتسجيل هذه الأرقام الرهيبة. للحديث أكثر حول الموضوع بالتحليل والنقاش، يسعدني أن أستضيف معي الآن في الاستوديو الدكتور محلل قناة الحياة محمد أمين بعزوق. مساء الخير. مساء الخير، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. نبدأ النقاش من الجدل الحاصل اليوم فيما يتعلق ربما بنقص الأسرة. مدراء المؤسسات الاستشفائية والأطباء يؤكدون في كل خرجة أنه في نقص كبير في أسرة الإنعاش والأكسجين. من جهة أخرى الوزارة الوصية تفند هذه التصريحات وتؤكد بأن اللازم في كل مرة سيكون متوفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ حمزة، نعم، احنا كنا سمعنا ككل مواطنين الجزائريين بهذه الإشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية السمعية البصرية حتى المكتوبة، وحتى نتحقق من هذه الادعاءات قمتم بخرجة استطلاعية، خرجة ميدانية. نعم. قمنا بجولة على مستشفيات العاصمة حتى نشوفوا بعينها، يعني كطرف حيادي، حتى ما يكون عندنا لا ميول لوزارة الصحة. نعم. ولا ميول لهذه. نعم. الوسائل. نعم. من بعد كي رحنا وشفنا بالعين تاعنا، شفنا تجولنا في المستشفيات، شفنا بعض المستشفيات حقيقة كانت مملوءة، وشفنا مستشفيات أخرى اللي كانت فيها أسرة. يعني أمس يوم 19 نوفمبر حين قمنا بالجولة الاستطلاعية، كانت موجود في مستشفى بن عكنون ومستشفى القطار ومستشفى لزورونجي جلالي رحموني، كانت أسرة موجودة. حتى شفنا بعض المرضى في مستشفى القطار ومستشفى جلالي رحموني، احنا لحقنا بهم، كانوا يزيتونطران داتر أوسبيتاليزي. أعتذر منك للتأكيد، وكما يرى المواطن الجزائري والمشاهدين هذه الصور للحظة انتقال فريق قناة الحياة الجزائرية لاستطلاع في بعض المستشفيات الجزائرية. كما تشاهدون في الصور هذه المشاهد سيعقب عليها الدكتور. تفضل. احنا الجولة تاعنا بديناها بمستشفى بن عكنون. نعم. مستشفى بن عكنون، ورحنا الامبروفيست، يعني ما كانتش جولة مدبرة، احنا اتجهنا لوزارة الصحة. نعم، خرجة فجائية، ذهبنا الى وزارة الصحة، اطلبنا الارقام يعني لكل مستشفى في العاصمة. احنا نعرفوا باللي منذ 15 يوم حقيقة كان فيه نقص في الأسرة، لأنه مور لا كالمي اللي صارت كانت موجة الأولى، من بعد في الصيف شفنا ينا كالمي، حتى في أول الخريف شفنا ينا كالمي، يعني نقص العدد. لهذا كان ريلاشمون من طرف المواطن. حتى وزير الصحة في تصريح سابق قال أنه ربما بعض المستشفيات في الجزائر تجاوزت قدرة استيعاب من طرف ربما المواطنين فيما يتعلق بأسرة الإنعاش، لكن هذا التصريح كان في جويلية الفارط، ربما تغيرت الأرقام اليوم. تغيرت كثير، لأنه من بعد كان قرار سيادي أنه نحبسوا توسكي فروا، سكون أبل فروا في الميديسين، يعني العمليات الجراحية والتدخلات اللي مايش في نطاق الاستعجال. كان قرار باش نوقفوها تماما، وحتى بعض المستشفيات كمستشفى جلالي رحموني اكس ليزورونجي اللي هو اللي ديدي لا غاسترولوجي الامراض الهضميه والجراحه الهضميه، يعني اصبح مستشفى كوفيد وفقط. كان كثير مستشفى اي تي دير اللي هو تاع الجراحات العصبيه النيوروشيرجي الجراحه العصبيه اصبح مستشفى كوفيد، يعني كان هذا القرار. وفي العاصمه فقط كان فيه 2260 سرير، يعني لا كاباسيتي تاع الجزائر العاصمه اللي كانت تقريبا 600 سرير منذ 15 يوم اصبحت الان 2160 سرير، يعني منذ اسبوع، باه نقولوا الحق، منذ اسبوع 10 ايام حقيقه كانت تقريبا كل المستشفيات مملوءه، لانه كل مستشفى كان عنده طاقه تاع 20 حتى 30 سرير دو 20 30 لي، لكن منذ
منذ أسبوع تقريبا تغيرت مع فتحوا الأسرة الجديدة وفتحوا مصالح جديدة وحبسوا الأكتيفيتي فرواد. أصبح الآن الطاقة الإجمالية للعاصمة 2160 سرير، وفي الولايات الأخرى نفس الشيء كان فيه قرار حتى يعني في العاصمة فقط 2000 في العاصمة فقط 2000 وفي الولايات الأخرى كل سارير. ولاية في المستشفيات كل ولايات قالوا لهم يجب يكون الطاقة تقريبا 50% من الطاقة الإجمالية لكل المؤسسات الاستشفائية تكون 50% مخصصة لكوفيد 19. نعم جميل جدا. لو نذهب الحديث الآن عن نقص الأكسجين الذي أكده أيضا في كل خرج الأطباء ومدراء المؤسسات الاستشفائية، على ماذا وقفتم في هذه ربما الزيارة الميدانية التي ساقتكم إلى بعض المستشفيات الجزائرية؟ هل صحيح موجود هذا النقص أم أنه ربما كما يقول البعض حتى مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تنشر التشاؤم؟ أي نعم، لا يمكن أن ننكر أنه في نقائص، أكيد في نقائص ونقائص موجودة، وهذه الجائحة يعني قاست كل العالم ليس الجزائر فقط، وحتى الدول العظمى اليوم نراها يعني فشلت في تسيير بعض الأزمات فيما يتعلق بهذه الجائحة. يعني لا يمكن إنكار أنه ربما الوزارة الوصية تلعب دور ربما، حتى أنه الكثير من رؤساء الدول وبعض المسؤولين أثنوا على دور الجزائر في هذه الأزمة الحالية التي يعيشها العالم والجزائر بصفة خاصة، ما رأيكم؟ هو شوف كما قلت لك من قبل الأخ حمزة، احنا بدينا مستشفى بن عكنون، تقريبا مستشفى بن عكنون كان عنده 78 سرير مخصص للكوفيد، يعني كل مستشفى مد الطاقة اللي يقدر عليها. ما يفرقش أن مستشفى بن عكنون فيه الأورتوبيدي، فيه لاريوماتو، لاريوديوكاسيون، ولانيرولوجي، يعني فيه أربع اختصاصات. هذه الاختصاصات كل واحد فيهم مد واش قدر، لأنه ما نساوش اللي عندنا مرضى واحد أخرين اللي ما قدروش نستغناو عليهم، كان اللي عندهم أمراض مزمنة، كان اللي عنده أمراض خطيرة، كان أطفال، كان أمراض في المستشفى القطار تاع الفياش، المرض سيدا، يعني هاد المرضى هادو ما نقدروش نساكريفيو على حساب مرضى الكوفيد. يعني كل مستشفى، مستشفى بن عكنون قدر يوفر 78 منصب، 78 سرير. في 78 سرير الأسرة مملوءة، لقينا 60 سرير مملوء. يعني احنا شفنا بعينينا، جولنا سيرفيس بسيرفيس، دخلنا المستشفى شفنا على 78 سرير اللي يعني من بين 78 سرير اللي يقدر يوفرهم، اللي يقدر يوفرهم مستشفى بن عكنون 60 لقيناها مملوءه. كي نقول لك واش معناتها 78 سرير، 78 سرير معناتها عنده اون سورس دوكسيجين، لانه الا تحط لي ان لي فقط سرير وما عندوش اون سورس دوكسيجين ما عنده حتى معنى. يعني المريض احسن له يريح في داره بكل صراحه. رحنا المستشفى القطار، مستشفى القطار اللي هو المرجعي، المستشفى المرجعي سي لوبيتال دو ريفيرونس في لي مالادي انفيكسيوز، في الامراض المعديه، قدر يوفر 150 سرير. في ال 150 سرير لقينا 130 مملوءه، ولقينا 30 سرير فارغ. في لو مومون الوقت اللي درنا فيه الزياره كان فيه 130 سرير و20 سرير فارغ. رحنا لي زورونجي جلالي رحموني، لقينا 70 سرير، لقينا تقريبا 58 57 مملوئين، ولقينا دو مالاد داخلين، يعني كان راح يزاليتر اوسبيتاليزي. مستشفى بارني حقيقة كان ممنوع، الحق الطاقة تاعو للماكسيموم تاعو. مستشفى بيرتراريا أيضا كان مملوء، يعني ما كان حتى سرير. احنا كلمة حتى حق مستشفى بيرتراريا مؤخرا شهد يعني جدلا كبيرا فيما يتعلق بشابيطو اللي كانوا ما كانش. الكثير يقول أنه ربما نظرا لعدم استيعاب المرضى من طرف المستشفى يعني وصلوا ونحطوا لي شابيطو برا. هذه كي جات لا دوزيام فاك، باسكو جات بريطالمون، جات على غفله. نعم. يعني جات فجأة، وهذه الفجائيه الموجه الثانيه هي اللي خلات لو بيرسونيل ميديكال باراميديكال وحتى الطاقم الاداري تاع المستشفى يعني كان ما كانش واجد، ما كانش محضر. لكن منذ اسبوع تغيرت الامور، يعني الان قلت لك لاحظنا انه كان فيه تاقلم مع الحالة المستشفى، حتى أنه أصبحت فيه تجربة، يعني مستشفى مقارنة بوقت مضى يعني توجد تجربة، توجد تجربة يعني على العام من بدء هذه الجائحة. بالطبع بالطبع، يعني حاجة ماشي كما تجيك على غفلة، تجيك فجأة كما تحضر نفسك لها. لكن أنا نظن باللي هذا الـ 2160 سرير اللي توفروا في العاصمة
بان احنا كي شفنا البارح لا تورني تاعنا شفنا يعني حقيقه شفنا تغير في حتى ما شفناش لا شارج هذيك والضغط على الاطباء والضغط على لي ساشون سيكوريتي وهذيك الفوضى ما شفناهاش يعني بكل صراحه. وحنا لي زيماج عندنا صور عندنا احنا ما نكذبوش ماناش حنا بالتفسير فقط نحن نتحدث على الجزائر العاصمه فقط لم لا نتحدث على 48 ولاية كي لا نكون مجحفين في حق الولايات الأخرى. بالطبع لكن أنا وش قلت لك من قبل قلت لك هذه 2160 سرير إلا في العاصمة لكن يفو إكسترابولي على الولايات الأخرى نفس القرار اللي اتخذ العاصمة اتخذ الولايات ولا الأخرى. يمكن التعميم تاني لأنه التعميم تعتيم في نهاية المطاف. بالطبع يعني تروح الولاية بوسعادة الولايات المسيلة تروح دائرة بوسعادة المستشفى تاع بوسعادة نصف المستشفى سيخصص للكوفيد ما تقدرش تخصص هذا والناس مش ما نفهم. احنا ذهبنا للمستشفى القطار امس لقينا دي زونفون سيديها كاين اطفال صغار كيزيدوا يزيد بالمرض الفياج هذا ما تقدرش تخرجوا لبرا هذا سي مالاد كي بريوريتير لازم يكون عنده مكان في المستشفى. حتى تكلمنا مع رؤساء المصالح وفهمونا الدكتوره زميت في مستشفى القطار مصلحه فيدال قلت لك انا عندي لي زونفون هذه ما نقدرش نسمح فيهم يعني قلت لك انا نمد واش نقدر نمد 24 سرير في المصلحه تاعي مدت 24 سرير ما تقدرش تمد اكثر ولازم ان الانسان يفهم حاجه ثاني الاخ زكي لازم ننور الراي العام على هذه. انا كي نقول لك نوفر لك 10000 سرير نعم 10000 سرير اون سورس دوكسيجين مي اوسي طاقم طبي وطاقم شبه طبي لاني ما نقدرش نوفر لك 10000 سرير والامكانيات ما كاش. يعني لو نوفر لك 10000 سرير وانا عندي 20 طبيب فقط وعندي 40 ممرض ما تقدرش ما يقدروش يسيروا هاد ال 10000 سرير كاين يعني كل ممرض عنده الطاقه تاعو اللي ما يقدرش يتجاوزها. شفنا ممرضين يخدموا 12 ساعه في النهار كاين ممرضين يخدم نهار ويريح نهار ما يقدرش انسانيين ما يقدر هذا انسان بشر ماهوش روبو ماهوش اله ماهوش ماشينا يعني هذا انت كي تقول لي وفر لي الاسره يجب الطاقم الطبي يكون بالعدد الكافي. وشفنا في مستشفى القطار يعني موجود نقص في الاطباء 50% مصابين بالكوفيد 50% من الطاقم الشبه طبي والطبي حتى شفنا في مستشفى القطار ممرض تطوع هو دا التقاعد تاعو منذ سنه وشكير جو فو لوي روندر اوماج رحمه الله الممرض شكير الله. هو خدا التقاعد تاعو وتطوع باش يجي يخدم في الكوفيد وقدر له الله عز وجل انه اصيب منذ ايام وتوفي في مستشفى القطار وهو تطوع باش يجي. طيب دكتور في ظل هذه المعطيات التي تحدثت عليها وخضت فيها كثير من المواطنين اليوم يقول لك انه في ربما كثير من الجدل حاصل اليوم يقول لك المواطن انا ما لقيتش بلاصه اليوم في السبيطار. هذه حقيقه قلت لك رحنا ما نكذبوش احنا رحنا المستشفى نفيسه حمود لقيناه مملوء يعني لوبيتال المستشفى الحق لا ليميت تاعو الحق الحد تاعو ما يقدرش حتى الطبيب الى عندك تقريبا مستشفى نفيسه حمود خصص 100 سرير 100 سرير هذو كاين تقريبا 60 سرير اللي مواجدين ما قدرش يخصص ال 40 الاخرين علاه لانه ما عندوش الطاقم الطبي وشبه طبي هذه الناس لازم تفهمها. يعني المشكل اليوم بشري مش مادي؟ المشكل اكثر بشري نقولوها بكل صراحه لانه اغلب الاطباء مصابين الامكانيات موجوده يعني تقريبا نعطيك رقم هذا عطوه لي في كل المستشفيات وحتى كثير من الممرضين وكثير من الاطباء طلبوا مني باش نوجه نداء سيدي كونفرير وراح نوجه اراهم قال لك الحقنا لا ليميت فيزيك تاعنا الحق الحد يعني البدني تاعو لا ليميت فيزيك اي مونطال ما يقدرش يدير اكثر من هذا. كاين دي زانفيرمي دي ميدسان كي ديبريم يفون اون ديبرسيون يعني الضغط كبير ضغط عليه كبير وهو يخاف يدي العدوى لوالديه يخاف يدي العدوى لولاده للدار دونك راهو يخدم سو بريسيون. هنا نعاودوا المواطن يجب يكون عنده تصرف مسؤول لانه كما شفنا في مستشفى بن عكنون مريض قبل يتحدث معنا قالنا انا نستعرف مرتي جابته لي من العرس يعني الزوجة تاعو راحت للعرس وجابت له المرض ومن بعد نجوا نعيطوا على الممرضين نعيطوا على الاطباء نكسروا الباب تاع السبيطار ونقولوا بالسيف دير لي بلاصه. ربما هذا راجع للتاريخ السلطه في اتخاذ الاجراءات اللازمه يعني اعاده الفتح من جديد ربما هي التي ادت الى هذه الارقام التي نشاهدها يوميا ما رايك؟
واش نقول لك سي حمزه، ربما انا ما جو سوي مال بلاسي باه يعني ندير تقييم في هذا الموضوع، لان انا ندير لك تقييم علمي علميا وحاجه اللي تابعيني نديرها. لكن حتى الشعب تاعنا يعني ماشي كاع، لكن الفئه من الشعب ربي يهديهم، يعني عندهم تصرف غير مسؤول، عندهم تصرف اناني، ولما يجيب العدوى هو الوالديه يجيك السربه تاع السبيطار ويقول لهم ندخل بالسيف ونديبلاصا بالسيف. المستشفى يعطيك واش يقدر، حتى انه لحد الساعه يعني داخلين على العام منذ بدء الجائحه، في بعض المواطنين نهضروها بصراحه يعني ما على بالهمش، يقول لك لحد الان ما كاش كورونا، هذه ما تكزيست، مازال اليوم نشوفوا فيها جداً. يعني اغلب المواطنين الان سأل، لانه اغلب العائلات تقاسوا، اغلب العائلات تقاست الان بالوباء. نعم. وما كاش عائلة نظن في تيريتوار ناسيونال في التراب الوطني ما كان حتى عائلة يقول لك أنا ما تقش بالوباء، يا لو كان واحد تقص. رانا نشوفه الآن، أنا في العائلة تاعي عندي تقريبا 10 أفراد من العائلة تقاسوا، ما نظن ما كاش واحد الآن في التراب الوطني عائلة يقول لك ما تقاسلوش ولا واحد، يعني ما كاش اللي يقدر يقول لك الآن ما كاش. لكن مازال الاسترخاء والاستخفاف هذه نقولوها، ولكن لما يتقاس هو ولا يجيب هو بالتصرف تاعو الغير مسؤول والتصرف الاناني يجيب العدوى لوالديه، حتى انه الناس على بالهم باللي راهم مرضى وترطاباج يمشوا عادي برا، ويجي يدير طاباج في السبيطار. نعم. ويقول لك في المستشفى ولازم عليه وبالسيف. المستشفى هذا فيه ممرضين، فيه اطباء، فيه دي زاجون سيكوريتي، هذوما بشر عنده لا ليميت تاعو اللي ما يقدرش يتجاوزها. وزيد ناكد على هذه الاخ حمزه، كي نقول سرير ولا نقول في 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 تيسم سيلت ولا في ميلا وفرنا 100 سرير، لازم 100 سرير يكون اون سورس دوكسيجين، منبع للاكسجين، لازم يكون طاقم طبي وطاقم شبه طبي. لانه الا في مستشفى في غردايه عندي 10 اطباء فقط، ما نقدرش 10 اطباء ما يقدروش يجيريو 1000 مريض، هذه مستحيل. يعني كل طبيب، وحنا رانا اوني لوان دي نورم انترناسيونال، يعني كان حنا الاطباء تاعنا انا نشوفوهم، انا مانيش نمدح في اي واحد ومانيش سوليدير، مانيش نضامن مع، لا بالطبع نضامن مع الممرضين والاطباء سي دي كونفيرر، لكن ما نحاول جو غارد ما نيوتراليتي، يعني نخلي روحي حيادي كطرف مصداقيه، نخلي روحي طرف حيادي حتى ما نميلش لجهه من جهه اخرى. انا شفنا الناس راهي تخدم. انت كي تشوف ممرض، ممرضه الامس قالت لي راني نخدم 12 ساعه من 8 الصباح 8 تاع الليل، 12 ساعه سونزاري. لكن كيف يمكن اليوم سد ثغرة هذا المشكل البشري الحاصل في المستشفيات الجزائرية؟ كيف هذا سؤال ممتاز، على الأقل للحد ربما من تفشي هذا الوباء. ممتاز، قبل ما نجاوبك على السؤال هذا نعاود نولي للأكسجين. البارح كان فيه قرار، البارح صباح لو بي دي جي تاع ليندغاز سمعنا بلي لايتي ليموجي، هذه ليندغاز هي سين ملتي ناسيونال، هي اللي توفر الأكسجين. يعني لو بي دي جي لايتي ليموجي في هذا الوقت بالذات، علاش؟ أنا ما ندخلش في قرار سيادي المؤسسة، لكن إلى هذا السي شرفي حقيقة إلى إيتي ليموجي، يعني تمت إحالته، يعني توقيفه عن العمل، هاد الفترة راهي حساسة. وحنا شفنا بلي ليندغاز لا في دي زيفور، يعني قامت بمجهودات جبارة، حتى راني نقول لك تصور، أنا جبنا لي زيماج معدة مستشفيات، ما دخلنا حتى المستشفى وما لقيناش اون بوتي دوكسيجين. ماشي كاع عندهم لي سي باب، ماشي كاع عندهم لي كونسونتراتور دوكسيجين حقيقه، لكن اون بوتي دوكسيجين هذيك القاروره اللي تشوفها بالحديد موجوده في كاع المستشفيات، تشوفها بعينك. نعم. ما كاش مستشفى دخلناه ما لقيناش القرات، يعني ما نقدروش نجيبوا له سبه لهذا البي دي جي نقولوا له ما وفرتش، الا اذا انا حابين نخلطوا البلاد نديروا مشاكل، هذيك حاجه اخرى. انا ما نعرفش كاسكيا دارير ما وراء هذا القرار، لكن انا نشوف باللي ليندغاز في الاونه الاخيره قامت مجهودات ولقينا قارورات الاكسجين متوفره. الان باش نعاود نولي لك الحلول حاجه سهله. منذ بدايه الجائحه تم الكشف عن بعض الاطراف التي كانت تلعب على تيار هذا الوضع في الجزائر والمستشفيات، والعداله كشفت ربما عن اسماء فيما يخص هذه القضيه، فيما كان يثار انذاك في موضوع ربما التهجم على بعض المستشفيات من طرف بعض الذين كانوا يسمون انفسهم ربما مواطنين يشتكون، لكن بعد ايام تم الكشف انه ربما هي لعبه مخاطه من طرف
الخارج كما قالت بعض الأطراف في الجزائر. بالطبع الأخ حمزة، احنا ما يخفلكش احنا مستهدفين، وهم عدة أطراف، من عدة أطراف، من عدة دول، من عدة جهات مستهدفين. الحرائق اثبتت أن الحرائق اللي اندلعت في الولايات المجاورة للعاصمة ولاية تيبازا على سبيل المثال كانت مفتعلة من الخارج، يعني كانت مخططة من الخارج. حتى في هذا الموضوع هذا تاع الكوفيد الناس تستغل أي فرصة حتى pour nous déstabiliser، يعني حتى يأثروا علينا ويديروا لنا الفوضى والبلبلة. وهذا لا يعني أننا نغطي على النقائص الموجودة، شوف النقائص هذه موجوده، راك تشوف وموجوده في عالميا، يعني الولايات المتحده الامريكيه راك تشوف حتى هذا الرئيس ترامب يعني من يعني الى ما قدرش يعاود عهده ثانيه برينسيبالمون على جال الكوفيد، يعني لولا هذا ودا 73 مليون صوت، يعني لو كان ماشي الكوفيد 99% كان يفوز بعهده ثانيه. راك تشوف الولايات المتحده الامريكيه تقريبا 250 الف قاتل، 250 الف يعني ضحيه، 250 ألف ضحية. في الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا تقريبا تجاوزت 45 ألف ضحية. يعني من واحد ما كاش الإنسان، ما كاش بلاد اللي ميتريزات كالكو سيكسيبسون تري، يعني تقريبا 4 أو 5 دول في العالم. هنا كان مشكل واحد آخر راح نعاودوا نقولوا له، سي لو ديبيستاج ماسيف، هذا نقص شفناه، هذا لو ديبيستاج ماسيف عندنا مشكل في الجزائر. جايك فتح علينا هذا ديبيستاج ماسيف، سي معهد باستور، يعني واحد ما مدير معهد باستور هو المسؤول، قال انه الجزائر تعمل في 24 ساعه 1300 تحليل، وهذا رقم ناقص جدا مقارنه ببعض الدول الاخرى. بالطبع هذه نعاودوا، كيف يعني ما كاش منها؟ يعني هو ناقص اكثر من 1300 ام اكثر من 1300 تحليل يوميا؟ 1300 تحليل يوميا هذا رقم ضعيف، يعني حق انا كنت مكان ونحشم نقول 1300. انا شخصيا درت له حوار في شهر افريل المدير معهد باستور، وقال لي باللي رانا في 2000، وقال لي باللي راح 2000 تحليل، قال لي على اموا راح نلحقوا في التراب الوطني 4000، يعني على لو كان تبعوا لو ريتم اللي مدوا هو الان في شهر نوفمبر رانا في 10000 تحليل، و10000 هو احنا مازلنا في 1200 1300 2000. هذا عيب، يعني اصبح الان السكانر توراسيك هو لو تيست دو ريفيرونس، يعني التشخيص اصبح الان اكثر في الجزائر. اذا تحدثنا على معايير منظمه الصحه العالميه 1300 تحليل يعني يوميا بي سي ار، يعني رانا في 1023 اصابه اليوم، يعني كارثه عظمى. يعني هنا لازم تكون سانكسيون من وزاره الصحه، يعني كيفاش بكل صراحة؟ يعني أنا ما الشخص هذا نحترمه كطبيب، هو فارماسيان سبيسياليست في الأمراض المعدية، في الأمراض الصدرية. احنا هذا هو المشكل في الجزائر الأخ حمزة، نحو أن بون ميدسان ولا أن بون فارماسيان ان اكسيلون ميم، نقدر نقول لك بلي هذا المدير كي كان على رأس وحدة الأمراض الصدرية في الفيروسات، كان في الفيروسات الأمراض الصدرية في معهد باستور، سيتي ان اكسيلون براتيسيان، يعني كان فارماسيان سبيسياليست، صيدلي مختص ممتاز، بور ان فير ان موفي جيستيونير. هذا هو المشكل في الجزائر. هذه المعاهد لازم يفهموا السلطات تاعنا انه هذه المعاهد وهاد المؤسسات كما في الدول الاخرى ما تحتاج الطبيب ولا الصيدلي، تحتاج المناجر ان بون جيستيونير. يعني انت الانسان اللي لا بي سي ار ما قدرش يوفرها، راك تشوف لا بي سي ار الناس يديرها ب 18000 دينار برا، داروها ب 14000، الان يدير 1,800,000. حنا انه اليوم المستشفيات الجزائريه بصريح العباره تروح تقول له بي سي ار يشوف فيك شغل جيت دوموندي، حاجه كبيره يعني. بالطبع صراحه الور كو لو كان تشوف الدول الاخرى حتى الدول المجاوره فقط تاعنا، باش ما نروحوش يقول لك كومباري روحك مع الالمان، احنا ما نكومباريوش روحنا مع الالمان. لا، الدول العربيه اليوم تعمل 20000 50000 تحليل يوميا في 24 ساعة. انت كنت قلت لي باللي البحرين اليوم 20000. انت اللي عطيتني المثال تاع البحرين اللي ما كنتش نعرفه. انا نعرف المانيا، نهار بدات المانيا في شهر افريل كان دير 200000 بي سي ار في يوميا، وهذا لو ديبيستاج ماسيف عنده التشخيص هذا الاجمالي ماسيف عنده يعني معنى كبير في الوقايه، وينقص لك في عدد الاصابات وينقص لك في الضحايا. احنا حبوا يتجاوزوا، قال لك لا كان تحايل وكذا، يقول لك نون ديبيستاج ماسيف في الجزائر ما عندوش معنى وما يجيب حتى قيمه، اوكين فالور ثيرابيوتيك، ما كاش منها. انت ماكش خازر مع المانيا، المانيا راه مليك من الاحسن في العالم، هاي خير من فرنسا بديزاني لوميير. يعني المانيا الا كانت تدير 200000 الان نظن اللي عندها طاقه تاع 500000
بي سي ار في اليوم يجيك في الطريق يزون كري في الطريق هاك تمشي في الطريق يدير لك شابيطو في الطريق تحبس دير لا بي سي ار وان 3 مينوت وتروح وتكمل يعني نعم. احنا ما مازال يحكي على 1300 نعم يعني جميل. عباده سناتي الحديث اكثر ونستفيد في هذا الموضوع لكن مشاهدينا الكرام بعد هذا الفصل القصير ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام لمن التحق بنا للتو في برنامج خاص نحن نناقش موضوع تفشي فيروس كورونا في الجزائر مع تسجيل هذه الأرقام الرهيبة وأناقش هذا الموضوع في الاستوديو مع الزميل والدكتور محلل قناة الحياة محمد أمين بالعزوق. نحن قبل الفاصل كنا نتحدث عن موضوع نقص البي سي ار في الجزائر ونقص كشوفات التحاليل مقارنة ببعض الدول الأخرى. أنت قلت لي أن الأرقام التي تصدر من معهد باستير هي أرقام ربما مشبوه فيها نوعا ما كما قلت أنت. طيب لو أن نتحدث اليوم عن الكشوفات اليومية من طرف بعض المواطنين الذين يذهبون باش يديروا يعني بي سي ار صريح العبارة يقول لك أنه ما كاش غير موجود في المستشفيات العامة لكن مربط الفرس أين يكمن اليوم؟ المواطن يذهب للخواص يلقى البي سي ار بمليون واربعمائة يذهب للمستشفيات العامة يقول لك ما كاش بي سي ار. هل كما يقول البعض اليوم البي سي ار متحكم فيه إن صح التعبير من طرف بارون في الجزائر؟ بكل صراحة ما نقدرش نقول لك إلا متحكم فيه الأخ حمزة من طرف بارون أو لا لكن نقدر نقول لك كاين مشكل في البي سي ار يعني كما أنت حللتها بطريقة علمية. البي سي ار هذا اولا معهد باستور ما نتهجموش على معهد باستور كمعهد لانه معهد باستور فيه اطباء ذو كفاءه عاليه جوسيت على سبيل المثال نذكر البروفيسور بوزغوب هي اللي راي لك مسؤوله هي كانت مسؤوله تاع لو ديبارتمون فياش تاع مرض السيدا بعد هي اصبحت مسؤوله على هاد الكورونا في سيدي فرج. يعني انا رحت ودرت معهم ريبورتاج وريحت معهم يوم كامل باش نكلمه حق نقولوها من 8 تاع الصباح حتى 8 تاع الليل شفت البروفيسور بوزغوب وكاع الاطباء الصيادله اللي معاها وكاع الممرضين ولي زاجون سيكوريتي وكاع الطاقم من 8 تاع الصباح 8 تاع الليل ومرات شفت بعيني حتى 12 تاع الليل يخدموا سونزاري. المشكل كي نقولوا معهد باستور راهو في سوء تسيير يعني معهد باستور هذا بكري يعني معروف اكيد دا يقول لك الامكانيات موجوده اكيد المشكل كامل في سوء في السوء شوف تسيير ونقص المراقبه سي سي لو مونك دو مانجمنت البروبليم تاع معهد باستور. يعني كي تجي تشوف الصيادله المختصين والاطباء والطاقم اللي يعاونهم ولي زاجون سيكوريتي والطاقم الاداري تشوفهم يخدم من 8 تاع الصباح 12 تاع الليل سونزاري. نعم ورحنا وشفنا سيارات الاسعاف تجي من عده ولايات ماشي غير من العاصمه ما تحبش داخلين بلي غلاسيير تاعهم يجيبوا هذوك لي بريلافمون بي سي ار يجيبوهم. المشكل يعني بصح لما نجي تشوف النتيجه في سور لو تيران نلقى باللي مازلنا رانا نديروا رقم هزيل اللي هو 1300 ولا 2000 بي سي ار في اليوم ولا وين سكانر احسن من البي سي ار يعني ولينا نديروا بلوس دو سكانر في الجزائر اكثر الور كو لا بي سي ار سي لو تيست ريفيرونس يعني المنظمه العالميه للصحه لو ماس تعترف بالبي سي ار طري بيان تعترف بالبي سي ار لكن احنا في الجزائر ولا المرجعيه تاعنا سكانر لانه سكانر 20 مينوت انا شفت مستشفى نفيسه حمود مستشفى بارني عند البروفيسور مراد بن علاق 120 سكانر كل يوم وما توقفش يعني باب الواد غلق كم مرتين ويغلق سيرفيس تاعو لانه تقاسوا له اطباء غلقوا 21 يوم مستشفى نفيسه حمود النصف تاع الاطباء تاعو مقيوسين ويخدموا هذه تابعيني ماشي واحد يحكي لي روح المستشفى بارني تشوف فوضى تشوف ناس تعيط الناس تسنى بزاف يتقلق سي نورمال يجي مريض يسنى اربع سوايع لكن 120 سكانير جور 20 مينوت دي ريزولتا تاعك. انا رحت منذ 10 ايام شفت داروا 120 سكانير 80 بوزيتيف تما هذه شفتها انا في مستشفى نفيسه حمود يعني ونشكر البروفيسور بن علاق الدكتور حسين كحلوش وكل الطاقم تاع مستشفى نفيسه حمود اللي يجوهم من عين طايه من رويبه من زميرلي من القبه كاع يبعثوا لهم ليهم. لكن
المشكل لو كان جا عندنا بي سي ار ما نهلكش انا سكانر، لانه سكانر هذا لما يطيحون بان. لكن بي سي ار موجود في الخواص. هاني جايك، هاني جايك الاخ حمزه، بي سي ار موجود في الجزائر. هاني جايك، لو كان هذا سكانر لا قدر الله عندهم 64 بارت في مستشفى بارني، وحنا انسيس بارت قلنا يكفينا، وجن هنا نداء منذ 6 اشهر في قناه الحياه وقلنا هذا مستشفيات جيبوا لهم ان دوزيام سكانر 16 بارت فقط وموجودين في الستوك في وزاره الصحه، جيبوهم يديروا بهم الا الكوفيد، منها ما تنقلش العدوى، يعني لي مالاد لي جو لي نوريسون لي كونسيرو امراض السرطان اللي عنده مرض سرطان اللي عنده امراض خطيره، انت ما حش تنقل له العدوى في سكانر بتاع الكوفيد، ومنها باش تخفف الضغط على هذا لو 64 بارات اللي تحقوا انت في السرطان وتحقوا في امراض السرطان، تحقوا حتى في لو كوروسكان الامراض القلبيه، يعني هذا سكانر ده تخليه تستحفظ عليه، لانه سكانر اللي دير به 120 اكزامين بار جور حيطيح الكومبان، ولا طاح الكومبان كي يجيك هذاك لو نوريسون مرات يجي عنده شهرين، يعني ان بيبي تاع شهرين نوريسون رضيع ما عندكش وين دير له، هاي الخطوره وراهي. باش نولي لك المشكل تاع لا بي سي ار، قلنا هذا الانستيتيو باستور معهد باستور من 62 معروف بالمشاكل تاعو، كل مره نشوفوا مشاكل معهد باستور، حتى انا كنت ذكرتها في حصه هنا عندكم في البلاطو هذا، انه المعهد باستور كان ريفيرونس في الستينات والسبعينات، كان سيتي اون ريفيرونس، كان مرجعيه عالميه. الجيش الامريكي لا يو اس نيفي كان تشري لو فاكسان تاع الكونسير تاع السكوربيون تاع العقرب، كان يشروه من الجزائر. ما الذي تغير اليوم؟ تغير شت القدرات هذوك اللي كانوا يخدموا بهم بكري خلطوا فيهم منذ 50 سنة، مازالهم القدرات، يعني الناس الآن راهي بالانتيليجنس ارتيفيسيال، يعني مصنع ينتج 100,000 وحدة في اليوم يجيره من 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 بوسطن، والمصنع جاي في الهند يجيره بار انتيليجنس ارتيفيسيال، يجينه ما عنده حتى خدام، احنا مازلنا بالقدرات ويخلطوا الفاكسان في القدرة، يعني شوف يعني لما كنا احنا نبيعوا الفاكسان للجيش الامريكي، الجيش الامريكي كان يشري الفاكسان في الجزائر. الفاكسان تاع العقرب لو فاكسان اونتي سكوربيونيك. لو فاكسان اونتي سكوربيونيك كان يشريه من هنا. الان ما احنا ما تطورناش، يعني هذا معهد باستور عنده طابع تجاري وطابع بحث علمي، طابع البحث العلمي حدث ولا حرج. ما كاش ما اكزيستيش. الطابع التجاري اصبح واش يدير باستور؟ يش يجيب لي رياكتيف يستوردهم ويبيعهم لي زوبيتو ولي كلينيك بريفي والاطباء العمومين الخواص يشرو عنده. يعني اصبح الان يدير تجاره، يعني معهد باستور هاد لي رياكتيف هادو ما يما نخلو البريفي يستوردهم احسن. ما نكمل لك هاد الفكره مهمه حمزه، كيما قلت تروح للبريفي تلقى البي سي ار ب 14000 و 18000 دينار، تروح ديرها في انا شفت اطباء قالوا لي 14 يوم ما وجدتش لا بي سي ار تاعنا، 14 يوم نسهل لك. هذا ايضا مشكل كبير، نسهل لك لا بي سي ار. بي سي ار في دول اخرى في يوم واحد، لا بي سي ار الا ما وجدتلكش في 24 ساعه على اقصى تقدير 48 ساعه ما تسحقهاش، هذه انيتيل. صحيح. علاه؟ لانه الفيروس كيكون هنا في لاسفير اوريال تاعك من بعد يهبط البومو، ولا فتهبط البومو لا بي سي ار ما عندها حتى معنى، يعني الى فات لو فيروس هبط. لا بي سي ار مليحه في الايام الاولى قبل ما تكون عندك سيرولوجي بوزيتيف، ولا قبل ما يهبط لك الفيروس البومو ويندير سكانر، لا بي سي ار انت كي تشوف المرض في الاول تاخذ الاجراءات والاحتياطات تاعك. احنا 14 يوم باش يخرجوا، 14 يوم المريض اما مات واما برا، يعني ما نكذبوش على الناس، 14 يوم نهايه فتره الحجر الصحي، يا اما راك مت واما راك بريت، يعني انت 14 يوم كي وصلت وين دي مرضى كي تخرج لا بي سي ار تاعهم يقولوا الله يرحمه وتوفى صافي 10 ايام. احنا رانا نقولوا كاين مشكل في معهد باستور، هاد لا بي سي ار هادي بيسك هي عندها راي لي رياكتيف فيها حتى لي دي ديمار باش بور بريفنير نشوفوا سكون ابل لومبولي بيلمونير، باسكو هذا لو كورونا يقتل لا كوفيد 19 تقتل لو بلو سوفون بار امبولي بيلمونير. انت باش تعرف لومبولي بيلمونير قبل ما دير لونجيوسكان دير ان اكزامان تحليل تاع الدم اللي هو اون ابل سا لي ديديمير. حنا لي ديديمير ما كاش رياكتيف، يعني كان سوء تسير. يعني لا بي سي اش عمرها ولا لا بي سي اش من فيفري نقولوها اليوم يا هذا عمر لا بي سي اش ولا لقينا نقص في العتاد في لي ماسك في لي سير بلوز في لي كاميزول في لا بي سي اش في لو تريتمون كاين الدواء كاع متوفر، لكن للاسف الشديد معهد باستور التسيير
أنا نقول هذا رأيي الشخصي أنه فيه مشكل في التسيير، لأنه نزيد نعود لك هنا في الجزائر المشكل تاعنا نحو أن بون ميدسان ولا أن بون فارماسيان بور أن فير أن موفي جيستيونير. باش نخرجوا من الموضوع هذا أمين، اليوم المشكل في الجزائر في البي سي آر، مشكل نقص البي سي آر وانعدامه ربما إن صح التعبير، أم أنه البي سي آر موجود لكن يتجه نحو الخاص اكثر من يا خويا؟ انا رحت للمستشفى القطار البارح. نعم. انا كنت في مستشفى القطار ودخلت المخبر تاع مستشفى القطار، لانه مستشفى القطار اللي اوتونوم انديبوندون. نعم. عنده لا بي سي ار تاعو، ما يسحقش باستور. يجي لما يجي المريض يدخلوه، يعني عندهم ان سيستيم ما شاء الله، عندهم اون سونتر دو تري، ان سونتر دو تري يعني مركز تريح فيه لما تجي في الاستعجالات، عندهم 12 سرير تقريبا تريح، يديروا لك لا بي سي ار، يديروها لك الصباح، العشيه عندك ريزولتا سور بلاس، يا اما لا بي سي ار تاعك نيجاتيف تروح لدارك تروح تريح، لا بي سي ار تاعك بوزيتيف تحول الى مصلحه فيدال ولا مصلحه باستور ولا مصلحه لومير، يعني تحول الى واحد من المصالح تاع مستشفى القطار. يعني شوف تنظيم محكم، لا بي سي ار ربع سوايع، هذه شفتها انا ماشي واحد حكاها لي، ربع سوايع عندك مستشفى القطار اللي عنده لا بي سي ار تاعو، تروح مستشفيات اخرى، تروح مستشفى بارني كاين دي ميدسان حولهم لا بي سي ار، يبعث هو الباستور باسكو لا بي سي ار تاعو مازال ما بداش تخدم، يبعث يرجعوا له ريزلت على 14 يوم. يعني هنا انا نقول باللي كاين مشكل ونزيد ناكد في سوء التسيير، سوء التسيير لانه الاطباء يعطيهم الصحه في مستشفى باستور من بوزغوب وهبط كاع يخدموا 12 ساعه في النهار. الان اسكو هذوما اللي ما قدروش يجيريو لنا لا بي سي ار ولي رياكتيف ولي دي ديمر، هذا راح ندير فيه ثقه انا باش يجيري لي لو فاكسان. طيب هنا مشكل كبير. وصلنا للحديث عن فاكسان، الكثير من الدول اليوم تتحدث عن مراحل سريريه اخيره من بينها امريكا، الصين، روسيا، بريطانيا، فرنسا، لكن لحد الان لم يتم الافراج على اي لقاح. الجزائر اين تتموضع فيما يتعلق باقتنائها لهذا اللقاح؟ لانه مؤخرا يوم الجمعه الفارط التقى وزير الصحه بن بوزيد مع سفير روسي بالجزائر، تحدثا في موضوع اللقاح وتحدثا ايضا عن المستجدات الاخيره فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا. تفضل. بارك الله فيك الاخ حمزه. هو الموضوع هذا مهم جدا، قلت لك احنا كانت لجنه نصبوها باش هي تبدا لا نيغوسياسيون تتفاوض على اللقاح هدايا، اوروزمون يعني من حسن الحظ انه رئيس الجمهوريه منذ 6 اشهر خدا لا ديسيزيون، يعني هو سبق الامور وقال باللي لازم نروحوا نبداو نيغوسيو دوك اللقاح، ماشي يعني هذه حتى يعني رئيس الجمهوريه يدخل فيها. يعني انا نشوفوا يعني المسؤولين لو كان ماشي رئيس الجمهوريه ولا وزير الصحه يتاخذ قرار، الاخرين مريحين او مريح ويلوبسيرف راهو يشوف. دونك رئيس الجمهوريه وزير الصحه كانوا عندهم ليسبري دينيسياتيف وراحوا لهذا الفاكسين، قال لك نبداو لا نيغوسياسيون، ماشي لانه لازم نفهموا حاجه، لما نسمعوا هنا باللي هذه الشركه الروسيه او الصينيه او الامريكيه دارت لقاح، لقاح هذا ماشي معناتها داروا اليوم غدوه راح تلقاه، باسكو سي دي كوموند. ما تنساش كاين 200 دوله في العالم كاع حابه تجيب اللقاح هذا. يعني انت لا جيت دوكا راح يعطيك على عام، على يعني لا انت دوك تروح تتصل بالشركه الامريكيه على عام. هو وزير الصحه التقى بالسفير، هذه مبادره طيبه بالسفير الروسي. اسمح لي امين، وزير الصحه اليوم قال انه لن يدخل اي لقاح للجزائر ان لم يكن مضمونا. بالطبع، لانه هنا فيه مشكل، المنظمه العالميه للصحه لو ام اس هي ما عندهاش اتصالات مع يعني ما عندهاش يعني رقابه، ما نقولوش اتصالات، عندها اتصالات مع اغلب دول العالم لكن ما عندهاش رقابه متابعه، رقابه على المخابر الصينيه والروسيه. يعني لما يقول لك المخبر الروسي احنا لقينا لقاح بكل تحفظ، تريح بين قوسين، نقولوها بكل صراحه، لانه ما عندناش المصداقيه، ما نعرفوهاش اسكو حقيقه. العكس لي ملتي ناسيونال، لابوراتوار روش ولا لابوراتوار سانوفي ولا لابوراتوار فايزر اللي دار مع شركه الالمانيه بيونتك، لانه الناس تقول فايزر هذا يعني شراكه، يعني شراكه مع بيونتك، وبيونتك هو اللي كان سباق، يعني الشركه الالمانيه 95%. بالطبع يعني الشركه الالمانيه هي اللي هذا ستارت اب الموند تاع لابيو تكنولوجي هي اللي وجدت، كانت سباقه
لهذا اللقاح وفايزر الذكاء الامريكي. بينهم دكتور جزائري بالطبع. لكن لازم نعرفوا حاجه، ناس غلطه هذا اللي ملتي ناسيونال، روش، فايزر، ليلي، اكسيتيرا، جي اس كي، غلاسكو سميت كلاين، هذه الشركات هذوما سيدي ملتي ناسيونال، يعني ما تقدرش تهضر مع السفير الامريكي ولا السفير البريطاني، عكس الصين وروسيا. لو تهضر مع تتكلم مع السفير الروسي ولا الوزير الروسي ولا الوزير الصيني يقول لك انا نخلي لك مليون لقاح، يخلي لك مليون لقاح. هنا المشكل اللي ملتي ناسيونال هادو ما كاش اللي عنده لوتوريتي عليهم. يعني حتى شفنا الرئيس ترامب انتقد فايزر، قالوا مخليتوني، لكن ربما السفير يعكس مرات تلك الدوله الموجوده. ما يعني مطاف السفير بصح فايزر سي ملتي ناسيونال، يعني ما يقدرش، ما هي شركه امريكيه يعني في الحقيقه، هي الاوريجين تاعها امريكي. لكن انت لو اتصل بالسفير الامريكي ما يقدر يدير لك والو، يعني انت لازم يجب تتصل بفايزر مباشره، وفايزر هذه تحوس على الربح حتى السعر. يعني شركة صينية وشركة روسية تقريبا قالت لك السعر راح يكون ما بين 6 و 10 دولار للجرعة، وهذا سعر مقبول للفاكسين. لكن تروح عند فايزر ولا الشركة الثانية الأمريكية سيمبيو تكنولوجي اسمها موديرنا، هذه موديرنا كانت دارت حاجة اللي ما دارتش من قبل، اللي هي أباز دايرين، يعني بلايرين ماشي بان فيروس اتينيي، يعني ما حكمتش فيروس تاع الكوفيد ونحات له الفعاليه، غير ونحات له النشاط تاعو ودارت به فاكسين. يعني استعملت طريقه جد عصريه اللي ما استعملها حتى مخبر من قبل، بلايرين. وهذه يعني حاجه هذه المستقبل، هذه موديرنا السعر راح يكون على الاقل 60 دولار للجرعه، يعني فرق شاسع ما بين في الثمن. موديرنا قالت لك انا لو الفاكسين تاعي نديرو، يعني فعاليه اللقاح ربما تحدد عبر السعر الذي سيطرح. هي ما عندهاش علاقه مع الفعاليه، هي عندها علاقه مع المخبر. هاد المخابر هذوما الملتي ناسيونال السعر تاعهم، انت لما تشري دواء تاع لابوراتوار فايزر وتشري انجينيريك تاع بروتوي شينوا ولا تاع الهند تشريه 5 مرات اقل سعر. هذو ما لي ملتي ناسيونال. نعم طيب جميل. أمين، لو نتحدث، ربما الوقت يداهمنا من وقت البرنامج، لو نتحدث على النقائص التي وقفتم عليها في هذه الخرجة الاستطلاعية عبر المستشفيات التي قادتكم إليها، ربما أنتم الذين وقفتم على هذه النقائص، يمكنك أن تعكسها اليوم في هذا البلاطو وتحدثنا عنها أكثر وتضع المشاهد في صورة ما يحدث ربما في المستشفيات الجزائرية. تفضل. شوف، أنا قبل ما نتحدث عن النقص نتحدث عن الإيجابيات، لأن احنا قلتك ما جيناش باش ننتقدوا ولا جينا باش نريبوا ولا نكسروا، احنا جينا باش نقولوا كلمة الحق. احنا سمعنا هضره منه احنا شفنا بعينينا. احنا اتصلنا بالبروفيسور رحال اللي هو المدير العام للنشاطات الصحيه في وزاره الصحه، نصبوه منذ تقريبا شهر او شهرين. كان حسينا منذ تنصيبه كانت يعني كان اختيار نوعي، وكانت في ارضيه الميدان حسينا، يعني بروفيسور اصلا هو بروفيسور ميديسين دونك يعرف الدومين مليح، ولما جاء يتصل بالاطباء في 48 ولايه، يتصل بمديرين المستشفيات حتى بالخواص كل يوم وينسق معهم. قلنا له احنا هاو سمعنا برا باللي حتى كاين واحد الوسيله اعلاميه قالت مستشفى مصطفى باشا مغلق. قلنا اسكو صح ولا لا؟ قالنا انا ما نقول لكم والو، قالنا هم الارقام وروحوا شوفوا مستشفى مصطفى باشا 300 سرير. قلنا نطلبت منه يوجد لي 300 سرير، هاك روح شوف. نفيسه حمود 100 سرير، هاك روح شوف. القطار 150 سرير، روح شوف. رحنا شفنا بعينينا، لقينا الأسرة اللي كاينين في لاليست لقيناهم موجودين. يعني لما ذهبت إلى مستشفى بن عكنون شفت 78 سرير، في 78 سرير لقيت تقريبا 60 أو 65 سرير مملوء، يعني صاحب المرضى فيه سورج دوكسيجين وكان لو بيرسونال ميديكال وباراميديكال. يعني كلمة حق نقولوها، الأسرة شفنا بن عكنون والقطار ومستشفى جلالي رحموني اكس لي زورونجي، لما قمنا بزياره كانت اسره فارغه. اسمح لي نكمل لك حمزه، اسره فارغه بالاكسجين والاطباء والممرضين. المشكل لقينا مستشفى بارني وبيرتراريا مملوئين، لكن لقينا عدد الاسره الضاعف. المشكل اللي كنت تحكي عليه انت، الممرضين انا لما نشوف هاد الممرضين ولات اون سبيسياليتي يونيفرسيتير، يعني بكري ما كانتش اون سبيسياليتي يونيفرسيتير، منذ 3 سنوات ولا تقريبا رجعوا للممرض
اون سبيسياليتي يعني اختصاص جامعي. علاش ما يفتحوش العدد كبير؟ الناس الان يجي يباركي باش وليده ولا بنته باش يدير ممرض يقولوا لا موين حبست 15 دمي. علاش؟ باسكو دينا 100 واحد. علاش ندينا 100؟ شوف الدول الاوروبيه يعني ولاو يدوا 1000 على باله بلي يحتاج الممرضين، كاين نقص، حنا نفتحوا اون فورمي 400 ممرض. هذا حل من الحلول. الحل ثاني الخواص. علاش الخواص ما نفتحوش نديروا اون كونفونسيون مع المؤسسه لي كلينيك بريفي باش يتكفلوا ولا سيكوريتي سوسيال تخلصهم. حاجه اخيره، نطلب من المواطن ينقص الضغط على الطاقم الطبي والشبه الطبي والطاقم الاداري تاع المستشفيات، لانه لحقوا لا ليميت تاعهم، لحقوا الحد. طيب جميل، شكرا جزيلا لك محمد امين. اذا المشاهدين لضيق الوقت وصلنا الى نهايه عدد اليوم من برنامج خاص، القاكم في اعداد اخرى. لكم مني اطيب المنى، السلام عليكم.